تقبل الله كل الطاعات، يا رب يكون رمضان ماشي كويس معاكم. حلقة جديدة من مطبخ آسيا، والنهاردة هنعمل حل أو هنعمل يعني جزء كبير من الحلقة هنخصصه للقطايف. هنعمل قطايف عصافيري بالنوتيلا والبندق، هنعمل كمان قطايف بس مش قطايف حلوة، هنعمل قطايف حادقة، وهنعمل عجينة القطايف السريعة، وفي النص ممكن نعمل وجبة رئيسية زي صينية الفراخ بالليمون والبطاطس. أول حاجة نشتغل فيها هي عجينة القطايف السريعة. عجينة القطايف السريعة دي عجينة بتتعمل من غير دقيق، بتتعمل بس بالسمولينا وبالمية، وبتحط فيها شوية بيكنج باودر وشوية خميرة، وهنحتاج كمان شوية ملح. العجينة دي مميزة جدا لو كنتوا مستعجلين قوي، يعني ما بتاخدش وقت طويل في الخمران، يعني حوالي 20 دقيقة. كمان خفيفة، ممكن تاكلوا أكتر عدد ممكن من القطايف من غير ما يحصل أي مشاكل في المعدة. عجينة القطايف ثابتة بتاعت أو اللي هي السريعة، دايما مقدار السميد اللي احنا هنستخدمه هو مقدار ونص المية الدافية اللي بنستخدمه برضه. يعني لو استخدمنا كوباية من السميد بنستخدم كوباية ونص من المية الدافية، مش سخنة ولا باردة، يعني دافية بسيط جدا. وبنستخدم لها نص معلقة من البيكنج باودر، وبنستخدم لها برضو نص معلقة أو رشة من الخميرة الفورية، ورشة ملح طبعا. ودي زي ما قلت طالما الدنيا حر بتحتاج حوالي ربع ساعة عشان تخمر، لو في البر في الدنيا برد بتحتاج حوالي نص ساعة. جدتي كانت دايما تقول الفياق بكري بالذهب مشري، يعني اللي بتصحى الست اللي بتصحى بدري دي كأنها بتشتري ذهب في عز غلاه، يعني او عز ما ليه قيمة. ف انا بشوف ان نص ستات الكون بيضيع وقتهم في النوم لان هما بيتأخروا في الصحيان. خلونا بس الاول نظبط الخلاط. انا نسيت اقول انه بالنسبة للعجينة دي ممكن تستخدمي السميد الناعم او السميد الخشن، ولو اتزنقتي خالص ممكن تستخدمي الكسكسي نفسه، بس تطحنيه كويس قوي لحد ما ينعم مع المية. هنخليها على جنب تخمر، انا محضرة قبل كده اللي خمرانة، وهنبتدي نشتغل في الحشوة. الست اللي بتصحى متأخر دي بيفوتها حاجات كتير في اليوم، للأسف مع الوقت بقينا نشوف عجينة القطايف السريعة، وبقينا نشوف عجينة معرفش ايه، والبراونيز السريع، والشيز كيك السريع، والمعرفش الفراخ السريعة، واللحمة اللي بتطير. يعني زمان كانت الستات تقوم الساعة 5 الصبح وتعجن وتخبز، والفرن البلدي وكل وجبة بالعيش بتاعها يعني طازة. يعني أنا حزينة بجد إن إحنا بقينا كده. يعني يس طبعا كل الوصفات السريعة دي جميلة جدا، وأنا من الناس اللي بحبها قوي، وأمنية ما شاء الله عليها مغرقانة كده وصفات في البرنامج بتاعها، كل شوية كيك سريع، شيز كيك معرفش إيه، براوني إيه وبتاع وكذا. بس مش ذنبنا ان احنا في 2015، مش ذنبنا ان احنا بنصحى متاخر، لكن فعلا الناس بتوع زمان دول كان ليهم الجنه، كانوا بيعملوا حاجات كتيره يعني ما نقدرش نعملها احنا دلوقتي. انا بعمل الحشوه الحادقه، عندي هنا جبنه موزاريلا مبشوره وحطيت عليها زيتون مبشور، وعندي فلفل احمر مشوي كمان شوياهم مقطعه مكعبات، بس انا ممكن افرمه فرم كمان اكتر من كده عشان خاطر يبقى او يتوزع كويس معايا في الحشوة. الحشوة الحادقة ممكن تحشي اي حشوة انت بتحبيها، لحمة مفرومة، فراخ مفرومة، مكسرات مع مثلا جمبري، اي حاجة انت بتحبيها في الحشوة الحادقة بتاعتك، خصوصا الحشوات اللي بتمشي مع الجلاش. فانا النهاردة حبيت اخرج عن نطاق
اللحمة والبروتين، حبيت ان انا اعمل حشوة شوية مختلفة. ممكن اضعف الايمان نحط اللي هي حشوات السمبوسك كلها بانواعها، زي الجبنة بالنعناع، زي الجبنة مع البيض المسلوق، كلها حاجات بتأدي نفس الغرض. على ذكر الأمنية، وطالما جت سيرتها كده في رمضان، أمنية من الناس الجميلة جدا اللي الواحد ممكن يعرفها. أنا يعني كل مذيعات ست البيت كل واحدة فيهم ليها غلاوة في قلبي، بس أمنية كده تحس إن هي الحاجة الحلوة أو الضحكة الجميلة اللي عندنا في القناة، يعني بنقول لها كل سنة وهي طيبة. هنضف الدنيا. ايه اللي انا ممكن اضيفه للحشوة دي؟ ممكن اضيف شوية زعتر، ممكن اضيف كمان شوية ملح، بس حاولوا ما نكترش الملح لانه لسه هنحط الجبنة اللي هي الكوبايات او الجبن الكريمي اللي هو قابل للدهن. هحتاج كمان شوية فلفل اسود بالشكل ده. لو حابين ممكن تضيفوا شوية مكسرات، بس انا شايفة انه ده الطريق السليم طالما دي قطايف، يعني مش ضروري نكتر فيها المكونات. هحط الجبنة الكريمي بالشكل ده، هتديها طعم حلو، ونخلط كل المكونات دي مع بعض. وبكده نكون عملنا اول حشوة او الحشوة الحادقة بتاعت قطايف النهاردة. ممكن تضيفوا في الحشوة دي شوية أعشاب زي ما تحبوا، الاختيار عائد ليكم. هتقولولي يا أسياء انت هتعملي ايه بالقطايف دي؟ القطايف لما هنحشيها هنقليها زي احنا متعودين، بس بدل ما اطفيها في الشربات زي ما بعمل مع القطايف الحلوة، انا محضرة مرقة هحتاج بس ان انا اسخنها عشان اغطس فيها على طول. القطايف لما تخلص من الزيت تنزل على طول في المرقة واطلعها بسرعة. المفروض انه العجينة لما تستوي او لما تخمر سوري تكون بالشكل ده. انا طبعا عندي الجهاز ده، ده اللي بيعوض القمع الزمان بتاع زمان بتاع القطايف، بس بالنسبة للستات اللي ما عندهمش الجهاز ده ممكن يستخدموا طاسة من النوع اللي ما بيلزقش. الاسواق دلوقتي بيبقى فيها طاسات احجام مختلفة، اختاروا اصغر حجم، وده خصصوه للقطايف بس والكريب بتاع الكانيلوني. ممكن ده يعني تشتغلوا القطايف برضو زي ما بنشتغل الكريب، نلف الطاسة كده وتاخد نفس القالب. لو مفيش، انا قلت الجهاز ده، لو مفيش الجهاز ده ممكن القمع. ممكن كمان حاجة كويسة قوي ان يبقى عندك كيس الفريزر وتجيبيه تعبيه اللي هو الزيبر ده، تعبيه بحشوة القطايف وتقطعيه وتمشي كويس، بس هيعذبك شوية بس هيقضي نفس الغرض. هنحط الحشوة دي على جنب واوريكم العجينة شكلها بيبقى عامل ازاي لما بتخمر. هي بتفصل شوية، بس احنا بنعمل ايه، بنقلبها بس بالشكل ده عشان الخميرة ترجع او العناصر ترجع تربط مع بعض. انا مش هعمل اي حاجة في القطايف بتاعي، عايزة اعملها كلها قدامكم. هطلع فاصل وارجع لكم بعد الفاصل نكمل مع بعض اطباق النهاردة. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا من الفاصل، دلوقتي هنبتدي نشتغل القطايف بتاعتنا. محتاجة بس ان انا امسح الطاسة بتاعتي بشوية زبدة، طبعا حاولوا ان انتوا زي ما قلت تخصصوا طاسة للقطايف عشان خاطر ما تتأثرش او ما تخليش القطايف تلزق. العجينة بتاعت القطايف دي الميزة فيها انها ما تستويش على الجنبين، والميزة فيها انها بتبقبش بسرعة زي خلية النحل. احنا في المغرب القطايف بنسميها البغرير، ودي مشهورة عندنا. هستعين بقى بالجهاز ده. انا طبعا هعمل قطايف شوية كبيرة عشان خاطر الحدقة، كويس انها تبقى كبيرة، بس حاولوا مثلا الحلوة تبقى صغيرة عشان تبقى في الحجم العصافير اللي احنا بنحبه.
يا رب بس الحلل بتاعت مطبخ اسيا ما تخذلنيش، لانه الحلل دي رافقتني على مدار 5 أو 6 مواسم، فطبخ فيها اللي ما يطبخ. ان شاء الله خير، حتى لو حصل حاجة احنا مع بعض يعني هنكتشف مع بعضينا. بس زي ما قلت حاولوا ان انتوا تخصصوا واحدة بعيد عن كل المواد التانية دي، بس للقطايف والكانيلوني او الكريب. الحشوة احنا جهزناها، هنحاول بس نعمل حوالي 4 أو 5 أو حتى 6 لو الوقت سمح، عشان تعرفوا فكرة القطايف عاملة ازاي. الميزة في القطايف دي زي ما قلت ان هي ما بتتقلبش على الناحية التانية، عشان خاطر السمولينا بتستوي بسرعة، ولانه احنا طحناها مع المية فدابت تماما. اول ما تلاقوا انه العجينة نشفت ده معناه ان القطايف استوت. نحطها كده، شفتوا سريعة ازاي، وما بتحتملش يعني ما غير قابلة للبوظان العجينة دي، يعني بتنجح مع الكل. وكل ما تلاحظوا ان الطاسة ابتدت مثلا تمسك ادهنوها بشوية سمنة او زبدة او حتى زيت نباتي. طبعا يستحسن ان احنا نحشي القطايف وهي دافية. ونلزقها وهي لسه سخنة بالشكل ده عشان تلزق كويس معانا. ونخليها هنا على جنب. معلش استحملوني بس انا بحاول اوصل معلومة عجينة قطايف تسد مع الستات، سواء اللي قاعدة في البيت او سواء اللي بتشتغل في الشغل. يعني معروف ان عجينة القطايف مش الخطايف بتحتاج وقت طويل شوية في التخمير، بس دي من العجاين المميزة جدا، كمان طعمها خفيف. زي ما قلت السمولينا ليها دور كبير قوي في نجاح العجينة دي، فحبيت اشارككم حاجة انا اتعلمتها من مامتي. يعني انا لما سبت المغرب كانت العجينة دي ترند، يعني صيحة كده، اخر صيحة في عجينة القطايف او عجينة البغرير. كان المغرب كله بيعمل البغرير بالدقيق، بس العجينة دي كانت اخر حاجة ما توصل اليها العلم القطايفاوي في المغرب. حلوة العلم القطايفاوي. انا حابه بس اوجه شكر خاص لهند. هند جاد من الناس المتتبعين للصفحه، ويوم ما حبيت اجي اصور السيزن بتاع رمضان كانت اول واحده يعني تديني الديسبنسر ده، بعتته لي. بصراحه كان يعني نفعني قوي في الحلقه دي. شكر خاص لهند جاد. هحشي بقى دي قبل ما تبرد على ما التانية تجهز. هقفلها بالشكل ده. وميزتها كويس انها بتستوي او يعني ما بتاخدش وقت على النار، وبسرعة بتنشف في العجينة وبتجيب يعني روح القطايف الحلوة. اللي هنعمله بعد القطايف، خلينا نعمل كذا او نتكلم في كذا حاجة مع بعض. اللي هنعمله مع القطايف هي صينية فراخ او دبابيس الفراخ بالبطاطس والليمون. الصينية دي من الصواني الحلوة جدا في رمضان، خصوصا انه احنا في رمضان ساعات ما بيبقاش عندنا وقت. ساعات مع تكرار الايام بتلاقي نفسك بتعملي مش نفس الحاجة بس نفس الروتين، انه ساعة 2:30 او ساعة 1:30 بتدخلي المطبخ وبتقعدي فيه لحد الفطار.
فدي من الحاجات اللي ممكن مثلا يعني ما بتاخدش منك حوالي على بعض 10 دقائق في التحضير، وبتحطيها في الفرن وتنسيها وتعيشي حياتك. فاحنا النهارده هنعمل نوع من انواع الصواني اللي بتنسيها دي وتعيشي حياتك او تتلخمي في حاجه تانية. حاولوا القطايف دي تحشوها وهي لسه سخنة عشان بتلزق معانا كويس، وكمان ده بيخدم الجبنة اللي احنا حاطينها لانها بتسيح وبتبقى حلوة. انا ممكن ابتدي اجهز الشوربة، اخليها تسخن هنا على جنب. مرقة او اي شوربة انتوا بتحبوها، حتى لو مفيش في البيت مرقة ممكن تستخدموا مكعبات المرق، بس اهم حاجة تسخنوها كويس عشان ننزل بالقطايف دقيقة بس او سنتين كده بس ونطلع بيهم. كده تمام. هنقفل بالشكل ده. انا هزود اتنين بس عشان ما يبقاش الموضوع ممل، بس انا حابه بس اوريكم انه كمان كل العجينه ما اتاخرت يعني خلال عمليات السوا. ممكن تكون اول واحده تطلع مش مفقعه قوي، بس كل ما بيزيد عدد القطايف كل ما العجينه بتحلو احلى واحلى وبتفقع اكتر، فما تستعجلوش عليها. وعامه احنا الدنيا حر ورمضان، فالحر بيساهم في نجاح العجينه دي. هنخلي كمان شويه من العجينه دي عشان القطايف الحلوه، فمعلش هي حلقه خاصه بالقطايف، بس رمضان ما يحلاش غير بالقطايف اللطايف. هخلص انا حشو العجينه او القطفاية الخمسه السادسه اللي موجوده في الطاسه دي. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. خلصت حشو القطايف بتاعتنا، واهم حاجة ان احنا نغطيها عشان ما تنشفش، وهنبتدي دلوقتي نحمرها. خلينا شوية من العجينة عشان القطايف الحلوة، وحتى المطبخ المساعد زمانه محضر عجينة تانية لو ما كفتناش. وهنبتدي لما يسخن الزيت نبتدي نقلي القطايف. في الوقت اللي هنجهز فيه قلي القطايف هبتدي اشتغل في الصينية التانية بتاعتي. الصينية التانية مكوناتها سهلة قوي، محتاجة بطاطس ومحتاجة شوية بصل، محتاجة كمان دبابيس فراخ، كزبرة، ليمون مبشور، ثوم، ومكعبات مرق، وشوية ملح وفلفل بس. هحتاج شوية زيت زيتون عشان هو اللي هيعمل لي زي الخلطة اللي انا هدعك بيها الفراخ كلها. هحتاج احط شوية كزبرة، بس عايزه افرمها ناعم، خليني اخر حاجه اعملها. عندي هنا الثوم، حبه ثوم حلوين، عندي بشر ليمون، اي حاجه نعملها نشيلها او نخلص منها نشيلها على جنب. وعندي مكعب من المرق، احسن حاجه لما نكون بنستخدم مكعب المرق ان احنا في الحشو او في خلطة كده ان احنا نحطه في التلاجة وبعد كده نبشره بالشكل ده. بس طبعا عشان ده مش محطوط في التلاجة ومش جامد، فمش عارفين نبشره كويس لانه اتهرى مننا. بس دي معلومة على السريع، دايما نحطه في التلاجة او في الفريزر لحد ما يمسك نفسه عشان يبقى سهل معانا في البشر. عندي شوية ملح، عندي شوية فلفل اسود،
وهحتاج ان انا افرم الكزبرة، هحط دول على جنب. بس قبل ما افرم الكزبرة هبتدي اشتغل او اقلي القطايف. هحطها في الزيت كده، واخليها تتحمر. هجيب بقى الكزبرة بتاعتي، عايزة اديها فرمة ناعمة. ضروري قوي الكزبرة في الحشوة دي او في الخلطة دي تبقى مفرومة ناعم. الصينية دي جميلة جدا وهتعجبكم، لان زي ما قلت من الحاجات اللي بتدخل للفرن وبتتنسي خالص مدة طويلة. نروح بقى نخلص حاجاتنا ومحتاجاتنا ونرجع نلاقيها زي ما هي. والكزبرة دي بتديها نكهة رهيبة. هطمن بس على القطايف. هنا قلنا المرقة مسخنينها، بس اخلي عليها النار عشان تفضل سخنة. المرقة لازم تكون سخنة عشان لما ننزل بالقطايف بسرعة تاخد النكهة وتطرى، ما تبش معانا ونطلعها تاني. صدقوني القطايف الحادقة دي احلى حاجة في الحياة، يعني ما تستغربوهاش وما تقولوش ممكن تطلع مش حلوة، بالعكس بتطلع جميلة جدا. خلاص انا وصلت للي انا عايزه. هجيب بقى وعيني على القطايف. ادي الحشوه انا عملتها او الخلطه او اللي هي تتبيله الفراخ. دلوقتي هناخد البطاطس. البطاطس في حلين، ممكن تستخدموا البطاطس بالقشر بس تغسلوه كويس، ممكن كمان تستخدموا البطاطس الصغيرة البيبي بوتيتو، او ممكن تقطعوها على شكل ويدجز بالشكل ده. زي ما احنا عاملين، بس خلوني اطمن. كل حاجة ماشية تمام، كله تحت السيطرة. بطاطس بتطير. لو حسيتوا ان البطاطس تخينة ممكن تقطعوها مرة تانية كده. المهم انها تبقى ويدجز او شرايح او جوانح او كل واحد بيسميها ازاي. هيقلي كفاية عليا من البطاطس. ممكن احط دول هنا او نزود واحدة. صينية كبيرة. كده تمام. هطمن بقى واقلبهم على الناحية التانية. انا مش حابة اعلي عليهم النار عشان خاطر ما يتحرقوش بسرعة. عايزة اعمل زي ما بتعمل جدتي، حديد ومغزل، يعني تتكلم وتشتغل في 600 حاجة. وهجيب هنا الدبابيس او البصل الاول. عندي بصل شرايح وعندي دبابيس الفراخ. الوصفة دي بتبقى حلوة بالدبابيس. هنضف الدنيا عشان اعرف اشتغل على الرواق.
دي انا خلصت منها. هجيب صينيه للفرن وهحتاج ان انا اجيب الجوانتي. بس انا نسيت مكون مهم قوي اللي هو عصير الليمون، لانه الصينيه دي اسمها فراخ بالكزبره والليمون، فانا نسيت ان انا اضيف الليمون. هنضيفه دلوقتي، عمرنا ما نتاخر على حاجه. كده تمام. هاخد عصير الليمون حوالي عصير ليمونة يعني مش كتير، وهاخد كل المكونات دي اخلطها مع بعض. كل ما اخلط حاجة اخدها احطها هنا. كده تمام. ريحتها جميلة جدا، انا بحب قوي الفراخ اللي بالكزبرة والليمون، دي من الحاجات اللي فعلا بتنقذني لما بتأخر برا، او لما بيبقى عندي ارتباطات، او لما حد بيجي لي على غفلة في رمضان. يعني من الصواني برضو اللي تبقى زي الفراخ المشوية، او لو ملحقتيش تعملي الفراخ البانيه فبتسد معاكي. وزي ما قلت ميزتها ان احنا بننساها في الفرن. هيقلي القطايف كمان قربت تجهز. هنضف بقى الدنيا، بس قبل ما ننضف هدخل الصينية للفرن واسيبها تعيش حياتها لمدة ساعة لساعة ونص. لو ساعات شفتوا او مستعجلين ولقيت ان البطاطس لسه ما استوتش ومستعجلين على الصينية قوي، ممكن تغطوها بالفويل وتسيبوها، ده برضو بيساعد او البخار بيرجع عليها وبتستوي بسرعة. هحضر الطبق اللي هحط فيه القطايف، وهتشوفوا دلوقتي اللي بيحصل دلوقتي بعد ما سخنا الشوربة. ناخد القطايف سريعا تنزل في المرقة كده، مش عايزينها تقعد في المرقة فترة طويلة عشان ما تبش، بالعكس احنا عايزين المرقة تطريها بس. هناخد بقى اللي ابتدينا بيها من الاول، القطايف دي بيطلع طعمها زي الجلاش بالظبط وبتبقى لذيذة خالص. وده بيبقى او بيبقى شكل القطايف في الاخر. هنحط لها شويه كزبره او بقدونس وهننضف الدنيا. نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل نعمل مع بعض القطايف الحلوه. نشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. صينية الفراخ احنا حطيناها في الفرن بتستوي، ودلوقتي هنبتدي نشتغل في القطايف اللطايف، وهنبتدي نعمل القطايف الحلوة. انا سلكت الطريقة السهلة جدا في القطايف، هحشيها بس بالشوكولاتة القابلة للدهن، وهعمل معها بندق، وممكن نعمل حشوة كمان لو في وقت بالمكسرات والسكر زي ما انتوا عايزين. هنعيد اللي احنا عملناه في الاول للناس اللي لسه بتتابعنا. احنا عملنا عجينة القطايف السريعة، ودي قلنا حل للست اللي بتشتغل وللست اللي قاعدة في البيت، بس هي حل للطوارئ كمان. العجينة بتاعت القطايف اللي احنا عملناها حطينا فيها السميد، قلنا انه احنا استخدمنا السميد الناعم بتاع البسبوسة، ممكن السميد الخشن، ممكن المتوسط، ممكن الكسكسي نفسه بس يتحن كويس في الخلاط.
حطينا مقدار من السميد مع مقدار ونص من المية وطحناهم في الخلاط. حطينا معهم شوية ملح، نص معلقة تقريبا لكل مقدار من السميد من البيكنج باودر، ونص معلقة من الخميرة الفورية اللي هي خميرة العجل. بنطحنهم كويس في الخلاط وبنسيبهم لمدة تقريبا 20 دقيقة في الدنيا لما بتكون حر، بس طبعا نغطي العجينة بالسلوفان كله. لو الدنيا مش حر ممكن نخليهم لحد نص ساعة. انا فضلت فاكرة المقاس بتاع القطايف الاولانية وعملت قطفاية كبيرة. مفروض الحاجات الحلوة يعني مش مشكلة لو عملنا الكبير بالنسبة للمبتدئين، بس يستحسن ان احنا نعمل الحاجات بسمسمة وصغيرة كده اللي هي القطايف العصافير. اين السباتشولا؟ قلنا ان القطايف دي ما بتتحشيش او ما بتتقلبش على الوش عشان خاطر السميد من الحاجات اللي بتستوي بسرعة، يعني مش محتاجة دقيق. وهي كمان بتستوي بسرعة. نعمل واحدة صغيرة بقى او اتنين صغننين. يعني بحاول اكسب وقت واعمل اتنين في نفس الوقت، بس عامة احنا نخلي الكبير ده نعمل بيه حشوة المكسرات والصغير نعمل بيه القطايف العصافيري. هحتاج بولة اعمل فيها خلطة المكسرات. عندي هنا مكسرات مفرومة زي ما انتوا حابين، يعني حبيت، في مثل عندنا في المغرب بيقول زرب تعطل، يعني استعجل كده نفسك تبقى انت اخر واحد. فاللي حصل ان انا حبيت استعجل الدنيا اهو ده لزقوا في بعض، فاشتغلوا اطفاية اطفاية. عندي هنا مكسرات حطيت معاها شوية سكر بودرة وهخلطهم مع بعض. بس يمكن الفصل ما بينهم مش مشكلة، شغال يعني مش مشكلة. فهاخد بقى معلقة واخد شوية من الحشو. دايما لو حابين نعمل القطايف اللي هي مقفولة خالص يستحسن ان احنا نشتغلها بسرعة وهي لسه سخنة عشان العجينة تقفل معانا كويس بالشكل ده. ونحط دي هنا، دي نخليها للعصافيري. بلاش شغل الجنب ده معلش، هنحط دول على جنب. بلاش بقى نشتغل في نص الطاسة ده عشان خاطر العجينة بتهرب للجنب، فخلينا في النص بس كده. تمام، هناخد مثلا دي عشان صغيرة هنقفلها كده ونسيب الحتة اللي فوق دي مفتوحة عشان الحشوة بتاعة الشوكولاتة. نفس الطريقة دي وبنفس الطريقة دي. الحاجة او الاطفاية اللي تلاقوها اتعوجت معاكم اوعوا تفرطوا فيها، انتوا ممكن تعملوها كده، يعني سهل جدا ان انتوا تتحكموا فيها بالشكل اللي انتوا عايزينه. بس هو انا عشان بحاول استعجل بحاول اعمل اتنين مع بعض، بس يستحسن نشتغل القطايف بالراحة خصوصا لو عندنا ضيوف عشان يبقى شكلهم لطيف. نعمل بقى من الكبار بتوع حشو السكر. نحاول اعمل دي كده،
حاول اصلح من شكلها كده. تمام. اهو. وعندي هنا شربات، انا نسيت اقول ان انا محضره الشربات البارد زي شربات الكنافه وشربات البسبوسه العادي بتاعنا، يعني الشربات العادي بتاع رمضان. حرام دي ملهاش شكل، دي نديها لطفل كده بيتنطط جنبينا في المطبخ. فناخد مثلا دي نقليها كده، وناخد دول نقليهم كمان. بس لما نيجي نقلي القطايف نحطهم كده على الوش عشان خاطر البوز بتاعهم ده يفضل فاتح عشان نعرف نحشيهم مظبوط. انا ممكن اخد الطبق ده، دي استوت وعلى ما بالي جهازه، دول ممكن نشتغل كم واحدة نحشيها بالمكسرات. زي ما قلت يستحسن نحشيها وهي سخنة. كده انا بضمن انه القطايف يبقى شكلها مفتوح وحلو، عكس خالص لما بدخلها وهي نايمة ما بتبقاش واخدة الشكل الحلو. على بال بقى ما تتقلي ممكن ابص على الصينية الرابط، ولو ان هي محتاجة شوية بس احنا هنحاول نطلعها قبل ما تخلص الحلقة ان شاء الله عشان خاطر تشوفوا هي بتبقى طعمة ازاي. وصدقوني المطبخ ريحته فيها تناقض ما بين الكزبرة والثوم وما بين كمان الريحة بتاعت القطايف والسكر والحاجات اللي داخلة جوه دي. حاسة ان انا عايزة المغرب جدا دلوقتي. بيتهيألي دلوقتي فهمتوا الفكرة ايه، والعجينة بتاعت القطايف دي تبقى لذيذة ومناسبة ليكو وحل مثالي في الطوارئ. انا ممكن حتى انقل الحلة دي هنا عشان النار عالية هنا اكتر. على ما تجهز القطايف نطلع الصينية بتاعتنا. هي ما استوتش قوي بس انا عشان الوقت محكومة بالوقت ممكن اطلعها دلوقتي، بس حابة تشوفوا بس شكلها بيبقى عامل ازاي في السوا. بس هي لسه محتاجة شوية تحمير يعني، فده شكلها النهائي. القطايف زي ما قلنا ممكن نعمل حشوة بالمكسرات وحشوة بالنوتيلا. خلينا حتى نعمل كذا واحدة بالنوتيلا مع بعض. مش ضروري حشوة النوتيلا تبقى القطايف عصافيري، لا بالعكس ممكن نعمل القطايف كمان مقفولة بالنوتيلا والبندق نحطهم هنا في الشربات. وافكر كل النهاردة ان احنا عملنا القطايف بالعجينة السريعة، عملنا كمان قطايف حدقة وقطايف حلوة، عملنا صينية الليمون بالكزبرة والثوم والفراخ. يا رب الحلقة تكون عجبتكم، واشوفكم الحلقة الجاية وصفات احلى واحلى من مطبخ آسيا.